السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، ونتمنى هذا الفيديو ديالي يوصلكم في أحوال جيدة وصحة طيبة إن شاء الله. مرحبا بكم كيف ديما في قناة ماما هنية. اليوم غدا نقدم معكم في هذا الفيديو كيف ما تتشوفوا معايا واحد كيكة اللي تجي رائعة وتجي إسفنجية وتجي طالعة وتحمر لك وجهك أمام الضياف. اللي باقي ما تابوناش في القناة ديالي مرحبا بيه، تابوناو وفعل زر الاشتراك باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. وندوزوا على بركة الله المقادير وطريقة تحضير هاد الكيكة. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو في هاد الكيكة، غادي نحتاجو على بركة الله واحد 5 ديال البيضات بحرارة المطبخ، واحد القبصة ديال الملح، علبة ديال الياغورت، انا خديت الياغورت ديال البنان، واحد 3 ديال الاكياس ديال الخميره ديال الحلوه، واحد كيس ديال الفاني، جوج معالق كبار ديال الكوك عامرين، كاس ديال السنيده بعبار كاس ديال العنبه، وكاس ديال الزيت هو بعبار كاس ديال العنبه. وغادي نحتاجو الخل والدقيق على حسب الخليط. وندوزو على بركه الله لطريقه التحضير.
ومن بعد ما خلطت هذوك المقادير كاملين كيف ما شفتوا معايا، وضفت ليهم في الاخر جوج معالق صغار ديال الخل باش تجي الكيكه ديالنا اسفنجيه وتجي طالعه. انا غدا نستعمل المول على هذا الشكل اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وانتم استعملوا المول اللي عجبكم. ودابا غدا نفرغ هذاك الخليط كيف ما تشوفوا معايا، ترفع يدي الفوق عاد فاش نفرغ الخليط. وفي هاد الاثناء راني دايره الفران يسخن، انا قبل ما نبدا نخلط في كيكه تندير الفران يسخن، وملي تندخل كيكه الفران تنقص الفران على حدو وما تنبقاش نحل عليها حتى تدوز مده ديال نص ساعه. عاد فاش تنحل عليها، ملي تنحل عليها الفران تلقاها تحمرات من التحت ومن الفوق. ومن بعد ما طابت كيكه راه تجي على هذا الشكل، تجي طالعه. ودابا غدا نقلبها في طبسيل باش نزينها. انا غدا نزينها بكونفيتير والكوك وهذاك الفانيد ملون ديال الحلوه، والتزيين تيبقى على حسب الذوق، كل واحد يزينها على حسب الذوق ديالو.
ومن بعد ما زينت كيكه راه تجي على هذا الشكل كيف ما تتشوفوا معايا. غدا نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها، تجي طالعه وتجي اسفنجيه، تجي على هذا الشكل. شوفوا كيفاش تجي. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع احبابكم والاصدقاء ديالكم، وشجعوني بالتعليقات زوينين اللي تتخليو ليا واللايكات. ومع السلامه، الى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.